خليني أروح معاك للكرة الأوروبية. شايف أن البطولات الأوروبية هتكون مهددة بالتأجيل مرة تانية بسبب قرارات عودة الإغلاق في بعض الدول؟ أكيد الدوريات الأوروبية مثل ما شاهدنا، كان الدوري الألماني عاد بسرعة في شهر جوان، كان أول دوري عاد، كان فيها أيضا بعدها جاء الدوري الفرنسي توقف تماما بسبب الجائحة، ثم بعدها جاءت الدوريات الأخرى. هد لعب المباريات في فترة قصيرة في تلك الفترة أثر على العديد من الأندية، ماهوش سهل أنك تتوقف لشهرين كاملين بدون تدريبات جماعية وبدون أي شيء، ثم تعود وتلعب تقريبا مثل الدوري الإيطالي والدوري الإسباني والدوري الإنجليزي تقريبا 11 الى 12 مباراه في ظرف شهر، يعني تقريبا كل اسبوع ثلاث مباريات. ثم شفنا لما رحنا للفاينل 8 الانديه اللي ما لعبتش وكان دورها الدوري تاعها متوقف، الانديه الفرنسيه مثلا لو لعبت دوري ابطال اوروبا ربما لم نكن لنرى ليون يصل للنصف النهائي، لم نكن لنرى ربما البي اس جي في النهائي لو استكمل دوري ابطال اوروبا بشكل عادي. لكن الانديه اللي ما لعبتش استفدت من الراحه للاعبيها ودخلت بديناميكيه اخرى، دخلت بقراوه بدنيه لحقت النصف النهائي والنهائي. الانديه الالمانيه نفس الشيء، عادت هي الاولى توقفت هي الاولى، وصل البايرن وفاز باللقب، بينما انديه اسبانيا ايطاليا وانجلترا عانت الامر راي، شفنا البارسا خسر 8-2 وأقصي والعديد من النتائج الأخرى. الآن بشأن هذه الفترة المباريات انطلقت خاصة في الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني، بدأت المباريات وصلنا تقريبا للجولة الثامنة في إسبانيا مثلا. الآن تصوري لو تتوقف هذه الدوريات مرة أخرى، هناك أندية ستكون مهددة بالإفلاس حتى من أندية يعني الأندية الكبرى في أوروبا. نشاهد الآن برشلونة مثلا يعاني من الناحية المالية ويطلب من لاعبيه تخفيض أجورهم مرة أخرى لتفادي إعلان الإفلاس. نادي برشلونة ماهوش نادي يعني رأس ماله 100 مليون يورو أو 200 مليون يورو، يعني أندية تحكي على مداخيل ب 1000 مليون يورو يعني مليار أورو تأثرت، وما أدرك بالأندية الأخرى. الدوري الإنجليزي نفس الشيء، أنت تعرفين بأنه في الدوري الإنجليزي الفريق اللي يسقط ينال تقريبا أموال أفضل من المتوج في الدوري الإيطالي. على ذكر الدوري الإنجليزي برضو عايز أروح معاك للقطة في جدل كده كبير بعد مباراة ليفربول وويست هام ولقطة محمد صلاح وضربة الجزاء، ويمكن كنا بنقول في الحلقة أن آلان شيرر بيقول أنه الموضوع ما يستحقش ضربة جزاء وأنها غير صحيحة وأنه الاحتكاك ما يتسببش في الوقوع الكبير ده اللي حصل لمحمد صلاح أو السقوط ده. شفت اللقطة دي إزاي؟ شفت الجدل ده إزاي؟ الجدل هذا حول التحكيم وحول الفار وحول هذه اللقطة ولقطات أخرى شفنا في الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبا حكام الدوري الإنجليزي، خلينا نقول بأنهم ربما الدوري الإنجليزي الآن يعتبر الأقوى في العالم من حيث في العامين أو ثلاث سنوات الأخيرة، بدأ الدوري الإسباني يتراجع قليلا. لكن في إنجلترا كنا نشوف تحكيم مختلف، تحكيم الإنجليزي غير التحكيم الإيطالي والإسباني، خاصة التحكيم الإسباني في فضائح كثيرة بالفار. لكن منذ دخول تقنية الفار إلى الدوري الإنجليزي أصبحت الأخطاء تتكرر، وحتى الفار لم يستطع الفصل في جدل لما نشاهدوا مثلا مباراة ديربي ميرسي سايد. من وجهة نظرك كصحفي كبير ومشجع رياضي كبير، ضربة جزاء ولا لا لمحمد صلاح؟ احتكاك كان كافي لتصفية ركلة الجزاء بالنسبة لي شخصيا. الاحتكاك فيه احتكاك داخل منطقة العمليات لتصفير ضربة جزاء، سواء كان محمد صلاح أو لاعب آخر أو لاعب آخر، كان فيه احتكاك كما يقولوا بالفرنسية سوفيزون، يعني كافي لتصفير ضربة جزاء. هناك ضربة جزاء ربما صفرت بأقل من ذلك الاحتكاك. بشكرك جدا على بالكبير أحمد، كابتن بالكبير أحمد الصحفي بجريدة الهداف الجزائرية.